أحيت النجمة المصرية روبي حفلها ضمن موسم الرياض، بس القصة والخبر ما وقفوا هون. خبرنا ببلش من قصة الحب يلي عم تعيشها الفنانة روبي للمفاجأة يلي ممكن نسمعها عن قريب، وهي تكليل الحب بالزواج. وعن روبي فهي عم تحاول تخفي الخبر عن وسائل الإعلام لوقت القرار الرسمي بالزواج. والجدير بالذكر أنه روبي انفصلت عن زوجها السابق المخرج سامح عبد العزيز قبل سنوات طويلة، وعندها ابنة وحيدة اسمها طيبة. وخبرنا الثاني ببلش بعد ما شفنا الهجوم الكبير يلي تعرض له الفنان عمرو دياب بسبب وضعه الحلق بحفلة بتركيا، وظهرت الفنانة نجلاء بدر وهاجمت منتقدي الفنان عمرو دياب والسيناريست تامر حبيب، وقالت بمنشور كتبته على فيسبوك: ما هو لو بنقرأ محدش حيقول عليك جاهل، أول من ارتدى الأقراط أو الحلق في التاريخ كله هم الرجال وليس النساء. وأيضاً البحارة كانت بتلبس أقراط للدلالة على أن هذا البحار قد طاف العالم أو وصل خط الاستواء، وما فيش بحارة نساء. وعلى فكرة تم العثور على أقراط في مقبرة توت عنخ آمون، وهو كان راجل وزي الفل، مش كده؟ ولا أنتوا عندكم رأي تاني؟ يعني النساء هي اللي بتتشبه بالرجال؟ يا جهلة، اتصدمتوا صح. يعني أنتوا تاخدوا منهم الفكرة وتشتموهم لو لبسوا حلق؟ عليها حاجات غريبة يا أخي. وبعدين لو لبسوا حلق ده مضايق ودنك أنت ولا هو في إيه؟ والخبر الثالث والأخير عن الحفل الغنائي المختلف يلي شاركت فيه بلقيس فتحي جمهورها بعمان، وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاج خاص بعد ما غنت أشهر أغانيها ومنهم دبلوماسي يلي عادتها أكثر من مرة على طلب الجمهور، وانتهزت بلقيس الفرصة تواجدها وسط جمهورها العماني وهنأت خلال الحفل الشعب العماني بطريقتها الخاصة، وهالشي بعد ما طلب منها الجمهور تقديم أغنية حلوة عمان. وشهد الحفل تفاعل كبير من قبل الجمهور وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وتعدى هاشتاج بلقيس المليار مشاهدة عبر تطبيق تيك توك.